مرحبا برج الميزان، انت في طاقتك. انت برج الميزان، انت معتدل الطاقة والمشاعر. انت حاليا مشغول في اعمال خيرية للبعض منكم، وللبعض الاخر انتم معتدلين كطاقة عامة، يعني بين العقل والقلب والمنطق، واحتمال منكم انتوا في عطاء مع العائلة، في اجتماعات عائلية. انت حاسس نفسك انك انت في طاقة التوازن، التوازن من كل شيء. نشوف اللي وراك. انت شايف الشخص اللي وراك منعزل وبيفكر كتير، شايفه كمان وماخد على طرف منك على جنب، وبفكر يمكن في أعماله، في مشاريعه، في حياته الخاصة. إذا أنتوا كنتوا منفصلين، والشخص هذا احتمال يكون شخص كبير سنا أو شخص متزوج، أو أنتوا إذا كنتوا في زواج، هذا الشخص احتمال أنت شايفه هو بفكر في الأموال وبعيد حساباته في المال، لأنه أنت في طاقة السكس أوف بانتيكال. احتمال انت شايفه مش متوازن ماديا وانت بتحاول تعطيه، تحاول توازنه، او انت متوازن لحالك بدون هذا الشخص. الشخص هذا هيبريستس. واو، شو الطاقة الضخمة هذه. الشخص هذا بيخفي عنك شيء من الهموم او بيخفي مشاعره. الشخص هذا يا اما متباعد او صامت، حامل اعباء كتير، يعني العشرة سولنجات والدث. لا، ما اعتقدش هيلها. هو الشخص هذا احتمال، لانك انت شايف برضه هارمنت، فاحتمال هذا الشخص يا متباعد عنك او في حزن ومخفي مشاعره ومخفي حزنه ومخفي تعبه، لكنه عنده ادمان معين او عنده شيء طاقته سلبيه جدا جدا جدا، طاقته سلبيه. خليني اشوف ليش الهاي بيستنس طاقته. دبل، مع انه عنده طاقته تختلف هون. يعني بس اشوف ليش طاقته الهاي بيستنس. احتمال الشخص هذا غادركم، بعد فجأة رحل عنكم وراح يبحث عن وضعه المادي. وللبعض منكم هو مخفي عنكم شيء متعب وتباعد عنكم، لهيك انتم شايفين الهارمنت، لكن انتم متوازنين، انتم بين العطاء والاخذ، وانتم كأنه عاملين مشروع عائلي، مشروع عمل خيري بتوزعوا للمحتاجين والفقراء. انت بطاقتك المتوازنة، يعني انت مفيش عندك حزن او اسى من ناحية هذا الشخص. الشخص هذا بس انه ما لقيش تعبان هذا الشخص، بس هو في طاقته العامة. خليني اشوف، هو في الكوين، هو زعلان، هو قاعد لحاله ومطنش الدنيا ومطنش العالم ومطنش كل شيء. طاقته البيتش، لكنه بده يخدعنا، بده يعطينا انه هو بس، يعني انه بس مهتم في انجازاته واعماله، لكنه هو شخص غامض. يمكن على فكره هو شخص غامض، شخصيه غامضه. الشخص هذا بحب يخبي جواه وما يظهرش للاخرين شو بفكر، يعني عنده غموض مع نفسه. احتمال هذا الشخص يكون مدمن على شيء، احتمال عنده ادمان لشيء معين. هو شخص غامض و
وكتوم وبيحاول يتغير. على فكرة واحتمال شايفكم انتو تبعتوا عنه واختفيتوا. خلينا نشوف. حاليا عندنا على الطاولة نطاطا لكوين اوف بنتكل، بس انا حس انه هو حزين، لكن يمكن حزين على موضوع مادي. هو حاسس انه بحاجة مادية، بحاجة مادية، مال، استقرار مادي. الشخص هذا بيفكر في مشروع ما، او الشخص هذا داخل في علاقة ثلاثية، مش من طرفك انت يا برج الميزان، من طرفه هو، يعني هو مع شخص طرف اخر، طرف ثالث، وهو بيبحث عن الاموال والاستقرار، وهو عن جد عمال بيبحث عن المال والاستقرار، عن الحاجة المادية مش العلاقة العاطفية. فهو الشخص هذا اما في علاقة ثلاثية، هو في طرف اخر، طرف اخر هو، او الشخص هذا عنده مشروع مركز فيه جدا، كل تركيزه في هذا المشروع، او الشخص هذا في علاقة مع امرأة نرجسية، وهو بفكر كيف يوفر لها المال ويوفر لها كل شيء، لانه احساسي انه الشخص هذا حاسس انه محتاج للمال او محتاج لاستقرار مادي مش استقرار عاطفي، ومحتاج شيء من المال لانه عنده حاسس انه في شخص مطنشه بسبب المادة، بسبب المادة. في شخص، الشخص هذا اللي معكو اللي انتو فايتين تشوفوا له، سواء كنتوا في زواج او في انفصال، فالشخص هذا في حدا مطنش بسبب المادة او استقرار العائلي، لانه هو داخل طرف ثالث، اما شخص، اما امرأة نرجسية او شخص نرجسي اللي من الاشخاص الماديين. فالشخص هذا كل تفكيره ومتجه الى اللي بده يستقر ماديا لحتى يرتاح تفكيره بشيء متعلق فيه، هو متعلق بشيء مادي اسري. احتمال الشخص هذا متعرف على شخص نرجسي، شخص بشده وبطريقه التجاهل والتطنيش، واذا ما لبيتش رغباتي فانا راح اطنشك ومثلا اقطع معاك نهائيا. الشخص هذا بتعامل مع شخصيه نرجسيه، عشان هيك هو انت شايفه ملتزم الصمت ومتباعد عنك، وهو مختفي ومتباعد وشايل هموم كبيرة. وحاسس حاله داخل في شيء شبيه للموت. الشخص هذا كأنه يعني كيف بدي احكي لكم، حامل هم المفروض هو ما يحمل، يعني ما يحمل، بس هو محمل نفسه فيه او مدخل نفسه فيه، مخفي سر هذا الشخص بس مش مظهر لحدا، بس ظهر لنا في الطاقة تاعته، حاول انه يظهر لنا في الطاقة تاعته طبعا انه هو بس مركز في المال، لكنه مركز في المال عشان طرف اخر غيرك يا برج الميزان. واحتمال يكون انه اذا انتوا كنتوا منفصلين فهذا الشخص شايف إيه، او يعني المشكلة بيناتكم انتوا، انتوا عارفين انه هو فيش طرف تالت بيناتكم، احتمال هو بيعاني بالمادة، المال يعني، بيعاني انه مش قادر ياخد قرار في علاقتكم بسبب
انه عنده عسر في المادة ومشروع معين مش قادر يحقق فيه نجاح، فهو مركز فيه. احنا البعض منكم، خلينا احكي لكم الابراج. برج الميزان وبرج العذراء وبرج الحوت، حلو كل ابراج ورا بعض. وبرج العقرب، احتمال يكون هو برج العقرب وحابب يغلبنا شوي في الكره. وبرج الجدي، وكمان برج الثور. بس طيب، شو مشاعره من ناحيتك؟ مشاعره شوي، يعني الشخص التعبان. انا مبدئيا بحكي لك الشخص هذا تعبان جدا جدا جدا. الشخص هذا حاسس انه انتم الاستقرار والعائله. ليش؟ هو بسبب التوأم. الشخص اللي دخل علاقه سامه وانفصل عنها ومشاعره راحت لكم، وحس انه انتم الامان او انتم الاشخاص اللي راح تحتوي. فهو شايف انه انتم العشر نقود، الاستقرار والعائله والراحه النفسيه. لكنه يمر هذا الشخص في انفصال، عشان هيك تذكركم. احتمال تكونوا انتم كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض، وبعد الانفصال حس انه انتم الاستقرار الوحيد اللي في حياته. الشخص اللي بمر بصاعقة، بمر بانفصال، بمر بشيء، وهو زي تفاجأ، اجته صحوة، حسست انه انتم الاستقرار والحياة اللي صح. طب خليني اشوف ليش التوانتيكال. بس هذا الشخص يعني في عنده مشكلة، عنده مشكلة، الشخص هذا عنده مشكلة، عنده مشكلة. اعتقد هاي طلعت في طاقته، الشيء اللي بيحاول يتكتم عليه او الصاعقة اللي صارت في حياته تكتم عليه. الشخص هذا اما انضحك عليه وحس بقيمتكم، برضو بتنفع القراءة للمنفصلين. الشخص هذا حس بقيمتكم بعد ما اكل عصي تقال كافي. يعني الشخص هذا بيحاول يمسك نفسه لانه عارف انه هو غلط في حقكم. وبعد ما الدنيا مثلا نحكي ربنا اخذ حقكم منه، عرف انه هو مديون لكم، لانه انتم كنتوا في استقرار وكنتوا مستقرين، وكنتوا انتوا بالنسبه له الاسره والعيله والبيت والامان والحنان والدفء والدفى يعني. فالشخص هذا مشاعره من ناحيتك هيك، لانه بيمر في انفصال من الطرف اللي تركته بسبب الشخص هذا. وبالمناسبه هون برج الاسد. طيب هو كيف شافك؟ هو شافك انت مستقر، مع انه هون يعني انه الشخص، بس لا رؤيته غير لك. طيب خليني اشوف كروب، اشوف برد ساعدتنا في القراءة اكتر، لان الشخص هذا ضاقته شوي، يعني عنده مشكلة غيركم انتو، عنده انفصال اخر غيركم انتو. خلينا نشوف، يمكن هو راح لزواج تاني، تزوج عليكم يعني، تزوج من طرف اخر، وهو دخل يعني طرف اخر، زوج تاني، اخذ شخص منفصل، دخل، او اذا كان رجل او اذا كانت امراه، دخلت في زواج مع هي يعني انه رقم اثنين في الزواج هذا، طرف تاني، وبتنفصل هلا عن هذا الشخص. احتمال يعني لبعض منكم، انتم طبعا يعني هي قصتكم، وكل واحد ياخذها كل واحد هو عارف قصته. انا بعطيكم احتمالات وانتم خذوها للاتجاه المناسب لكم. هون بيحكوا لكم انه لاحظوا مشاعرك الجسديه والعاطفيه المتكرره، لانها تدل على التوجيه اليهم. احتمال انه انت بتجيك اشارات جسديه
من ربنا، مثلا تحس انه صدرك ارتاح فجأة، فيمكن ربنا هيك بيزيح عنك هم يمكن تركه هذا الشخص. احتمال افكارك صارت تتوازن وانت حس صحتك منيحة وقادر تعطي وتاخد، وقادر انك انت تعطي للاخرين نصائح، او قادر انت تنجز اعمالك. فاعرف ان ربنا هو اللي بيوجه فيك في هذا الشيء، يعني ربنا هو موجهك لشيء معين. فانا اعتقد ان هذا الكارت الى مش اليوم. خلنا نشوف الرومانس. تحرر معاني، انا شايفك ان انت يعني منيح، يعني انت متوازن. طب خليني اشوف، يمكن انت كمان خدعتني. انت شو مشاعرك تجاه هذا الشخص؟ انت تعبان؟ انت يمكن تظهر انك متوازن لكنك تعبان جدا جدا، وحاسس غدر من ناحية هذا الشخص. انت حاسس ان هذا الشخص اتعبك، يعني للنفس الاخير، رمق الاخير اتعبك هذا الشخص. عشان هيك بقول لك اتحرر من القيود. Free yourself. It's time to. هلا اجى وقت انك تتحرر من الدائرة اللي انت فيها. Take back control of your life. يعني انت لازم تتحرر من القيود اللي حواليك. اعمل لنفسك كنترول، تحرر. انت تعبان يا برج الميزان، بس بدك تخبى علينا والشخص بده يخبى علينا، احنا خلاص نذكر الكرة. طيب هو شافك كيف؟ هو شافك الكينج اوف بنتيكال، شافك انت مستقر، وشافك انت مش معطي اهمية، وشافك انت بتراقب في عملك وانجازاتك، وانت شخص صبور جدا جدا. وشاف شخصيتك انك انت صبور صبور جدا، انت في طاقة ترابية، شافك شخص ترابي، شافك صبور جدا، شافك انك انت بتحب تعطي عملك حقه، وانت بتوقف فوق عملك شخصيا. لو انت كنت مدير او حتى رب اسرة، فانت شخص بتحب انه كل الانجازات اللي تصير في حياتك انت تكون على رأسها، وكمان انت بتحب تثابر لعملك لحتى توصل للنجاح. وكمان وشافك انك انت احتمال تكون شخص مش مادي، لكنك بتحب الاستقرار المادي وتبحث عن المادة، او يعني توفر احتياجاتك، مش انك شخص انت نرجسي. لا طبعا كلنا نرجسيين، لكن في كل شخص النرجسية بتكون يعني في بتكون متوازنة، في بتكون هابطة جدا، في بتكون متعالية. فهو شافك الوسط، انك انت شخص بتميل لحب نفسك، لكن بطريقة انك انت تكون متوازن اللي هي انت فيها يا برج الميزان، الموازنة. وكمان هو بيشوفك ان انت كيف يعني بتحب انك انت توفر احتياجاتك وما تطلب احتياجاتك من الاخرين، فانت بتحب تثابر في عملك وتجتهد في عملك، لو حتى في المنزل، لو حتى انت ام بتحبي انت تكوني سيدة المنزل، انت تعمل كل اعمال المنزل في ايدك انت، مش حدا يساعدك. هو شايفك انك انت معتمدة على نفسك جدا جدا في كل شيء، وهو معتمد عليك في كل شيء، لانه هو شافك انه انت تتنازلي ومستعده تعمل كل شيء في ايدك انت، عشان انت تطمني اطفالك بخير، عملك في خير، كل شيء في خير. المهم انك انت تحسي بالسكينه والطمانينه. وشافك انه انت يعني عندك شوي كبرياء او شوي من النرجسيه، مش النرجسية طبعا
لأن النرجسية بتيجي واحد اثنين ثلاثة، يعني بتيجي بتيجي متأزمة، حالة متأزمة، حالة مرضية يعني. وفي كل شخص طبعا نرجسي هو بحب يحافظ على كرامته، بحب يحافظ على كبريائه، فهو شايفك انت شخص بتحب تحافظ على كبريائك وبتحب تكون مستقل وما تحتاج حدا، ولا هو نفسه بتحتاجه. حتى لو يعني انك بدك شيء انت يعني تروحش تطلبه منه او تخليه انه تطلب حاجتك، لو انت محتاجه او هو لازم يكون حقه اي حقك عليه، لكن تتنازل عن هذا الحق مقابل انك انت متحسسش انه انت محتاجه. يعني يعني كأنه مع انه غلط عملك هيك، ولازم يكون اذا كان هذا زواج سابق او انتو في زواج فعلا والشخص هذا متباعد عنك وفي شوي زعزع في العائلة، غلط انك تخليه يعتمد عليك في كل شيء. الاعتماد هذا بدمرك انت مش بدمره هو، هو راح شاف اتجاه تاني لانه شافك انك انت مخلص له كل مصالحه او بتعمل له كل شيء، فاعتمد عليك انه مثلا ترك لك الاسره انه انت ترعاها وانت توقف ترتب لهم كل شيء. فشافك شوي انه انت كبرك او كبريائك بس بيجي لعند كرامتك، انه هو ما في حدود ما يتخطاهاش وباقي مش مشكلة قادر تحمله. انه مثلا ما يشتمكش بكلام لا يليق فيك، هيك انت رح تقف عند حده. بس انه هو يطلب منك مثلا مساعدة بتلبيها، لو كانت عبء عليك وهو قادر يعملها بس هو رمى العبء هذا عليك، مش مشكلة انت بتلبيها، هو شافك هيك انت معتمد عليك فعشان هيك هو شافك انك انت الاستقرار، وكنت بالنسبة إلى استقرار عائلي يعني كنت معتمد عليك كل شيء، والأمان والطمأنينة والاعتمادية. أنا حس الشخص كان معتمد عليك جدا 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 جدا. التفت ما الذي تتشبت في شيء أنت متشبت فيه، التفت عليه في أنت متشبت إشي أنت متشبت فيه رأسك فيه هذا الشيء، فبقولك التفت يعني انبح عليه الاشي المتشبت فيه، انبح عليه، خليك ايجابي. ايجابية بس هذا الشخص على فكرة شافك انك انت طويل بال وانت بتخطط قبل ما تفعل، يعني في عندك يعني بتخطط لقدام. التفكير الإيجابي والإيمان سوف يجلب لك الرومانسية. إذا أنت شوي متشائم وأنت شايف هذا الشخص أتعبك فخليك إيجابي، لأنه الإيجابية هي مش بس بتجيب بس الرومانسية والحب، كمان بتجيب لنا طاقة إيجابية نحس حنا إنه إحنا عايشين، وإحنا مش نخلي الحياة هي اللي نستناها تتغير ونضل متشائمين. لا، خليك إيجابي واشتغل وكون يعني شوي عندك تجاهل للأمور اللي هي مثلا متعبتك. اترك الظلم اللي انت مرقت فيه، اتركه لله. إذا الشخص هذا أتعبك كتير فاتركه لله، ربنا بنتكون. فخليك إيجابي واستقبل كل شيء في إيجابية وشوف الحياة بإيجابية عشان انت تكون شخص يعني تحس ان الحياة حلوة، مش تحسها ان شخص غدرك او شخص او كذا وكذا وكذا. كلنا بنمرق بظروف لكن لازم نكون إيجابيين ونحكي قدر الله ما شاء وفعل. يعني ربنا هو اي شيء احنا بنمرق فيه في الحياة صدقوني يا جماعة هو كتبناه، وكل شيء من الله شيء جميل إن كان سلبي أو إن كان إيجابي. حكيت لكم على الأبراج، شو خطوة هذا الشخص، شو نوايا من بيجي عاد بدأ أدق لك، شو نوايا من نشوف لأنه هو قاعد بدأ أدق لك، بدأ أدق بصمت. الشخص هذا برغبك شو ردات فعلك لكن عامل حاله إنه
متنشط ومتفاعل على الوقت. اشتغل الشخص. خلينا نشوف شو بيشتغل. في اشي بدي يعمل لكن بطولة بال مش بتسرع، لانه حس حاله انه تسرع قبل المرة. هو ناوي انه يستقر معك ويرجع. اذا انتو كنتوا في انفصال فالشخص هذا ناوي يرجع، وهو بحبك جدا 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 جدا، وهو بيشتغل على انه يصير في تسامح بيناتكم. الشخص هذا بده استقرار، استقرار نهائي خلص. يستقر معك انت ويبطل يلف ويدور ويلف ويدور، لانه هو جرب انه في شخص لنشط. لاني ما اعتقدش انه هو هذا نفس الشخص. يعني الكوين انه طاقته الكوين والبيتش مش ظابطة مع بعض نهائيا. انا احكي لك انه هو الكوين والشخص الطرف اللي تركك عشانه هو البيتش، لانه برضه ظاهر عندي هو انه هارمن شخص ناضج، وكمان انه الهاي بريستس وشخص برضه حامل العشر سولانجاك والدف. يعني الشخص هذا ناضج مارق في حياته، هو بخطط انه كيف يصلحك ويصلح كل يعني كل اشي هدفه. هو شايف انه انتم انفصلتوا عن بعض، احتمال انه صار في انفصال بورق المحكمة للبعض منكم. طبعا كل واحد هو بيعرف اسطوره برج العذراء وبرج السرطان، فهو بده استقرار الشخص. وخطوته القادمة انه بده يطلب منك التسامح. الشخص هذا بيحبك ولكن بده عارف انه قصتكم بدها تسامح وبدها شغل كتير ويعوضك في خساراتك. فخليني اشوف برضه اذا يعني ليش بده يقدم لك الاسف كابس. ماشي يكون انه يكون يشغل شيء مادي، ياخذ منك شيء مادي، مع انه انا مش شايفه اشي مادي. يعني انا شايفه اشي يعني حب او يرجع للطمأنينة اللي كان هو نفسه. على فكرة الشخص هذا نفسه يرجع الى المنزل، العودة الى المنزل، العودة الى الحنان والدفء ودوشة العيلة. او اذا انت كنت شخص حنون عليه وكنت تسأل عنه وكنت مثل الاسرة بالنسبة له، فهو نفسه يرجع هذا الشخص لهذا الشعور. بفكر فيه جدا 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 وبده يستقر معك، بده يرجع هذا الشخص. برج الحمل يا جماعة بينام الشخص هذا، هذا الشخص بينامش نهائيا نهائيا. وهو برج يمكن الحمل، ويمكن يكون أبراج الترابية برج الشخص هذا، أو برج العقرب أو برج الحوت يعني. بس أنت تحرر، شوف الحياة بإيجابية. في أنت إشي متمسك فيه انتبه عليه وشوف الحياة بإيجابية عشان تقدر تكشف حقائق او اطلع من التعب. انت تعبان جدا. راح اخذ لك نصيحة يا برج الميزان، لانه حسك تعبان جدا. نصيحة لك، حط حدود للتعب خلص. كفي، وقف على رجليك وارجع دافع عن نفسك وحط حدود لكل شيء. لو الشخص هذا راجع ورجع لك، حط شروط، شروطك الصحية او ارفع السور الصحي اللي بيكون بينك وبين الأشخاص أو بينك وبين الشخص هذا. امسك برأيك، تمسك برأيك كمان، وارجع نشيط مثل زمان. وارجع يعني لأنك انت هون تعبان، هون لا صحتك منيحة. لو انت كنت هون كان قلت لك انت صحتك منيحة، بس انت صحتك تعبانة. برضو اهتم بصحتك. شكرا يا برج الميزان. لو سمحت اذا كنت معنا جديد في القناة اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. بحكولي يا جماعة شو قصتكم، لأن شكلكم تعبانين. كنت حابة يعني أفتح لكم أكثر من تعب، بس خلص هاي الطاقة اللي طلعت معي. وكنت حابة أشوف شخصية الشخص هذا شو ماله، بس خليني أشوف برضه بدي أشوف شو الشخص هذا شو ماله برضه. مش راح أترككم متحيرين. الشخص هذا واللي خلص فضحتينا بكيف بتوضحون أكثر من هيك. خلص سنة، بس خلص مش راح احكي اكتر من هيك. فالله معكم، الله يكون بعونكم يعني برج الميزان. عن جد يعني
الله يعينكم، بس كونوا شوي إيجابيين عشان تقدروا تفتحوا عينيكم على الحقيقة اللي بتصير. واحكوا لي رأيكم في القرآن، هذه قصتكم، وشو هذا الشخص تركه لطرف آخر عشان طرف آخر. يعني أنا قلبي معاكم.